مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما صحة الأرصاد الجوية؟ تحدث من تساقط أمطار رعدية معتبرة خلال سهرة اليوم لغاية يوم الغد بحول الله على أغلب المناطق الداخلية الغربية والوسطى. قد تكون مرفوقة يوم الغد بحول الله ببعض حبات البرد نحو دائما الهضاب الوسطى والغربية. الأمطار ستكون على فترات على كل سواحل الوسطى والغربية، تنتقل تدريجيا خلال الظهيرة نحو سواحل الشرقية، والرياح أيضا ستكون قوية نسبيا نحو المناطق الداخلية الشرقية خاصة بمنطقة الأوراس. منطقة الثورة شمال الصحراء والواحات ستشهد تساقط لأمطار رعدية محلية وتكون على فترات، بينما أجواء مشمسة على العموم من الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستقارب 7 درجات بتيارت والبيض، 11 إلى 13 بسواحل والمناطق الداخلية الشرقية، 13 أيضا جنوبا بالجنوب الغربي، 16 بشمال الصحراء ومرتفعات الهوغار، ما بين 21 إلى 25 درجة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوى تعرف انخفاض نحو المناطق الغربية والوسطى، 11 فقط منتظرة بالبيض، 17 بوهران، 19 بالعاصمة في حدود 16 درجة بتيزي وزو، 17 درجة بعنابة وسكيدة، 18 بقسنطينة، تبقى مرتفعة بتبسة قالما وسوق راس تقارب 24 درجة، ما بين 21 إلى 25 درجة بالجنوب الغربي لغاية منطقة الواحات، 35 درجة منتظرة بالصحراء الوسطى، لن تتعدى 32 درجة بمرتفعات الطاسيلي، 37 درجة بإليزي، وال40 درجة كعلى مقياس ببرج باجي مختار. البحر خلال يوم الغد سيكون مضطرب على كل السواحل، رياح معتدلة أحيانا قوية بسواحل الغربية تأتينا من غربية إلى شمالية غربية، تدور إلى جنوبية غربية بسواحل الغربية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم جنوب قارة إفريقيا. أجواء غائمة ستميز منطقة كيب تاون مع 19 درجة مئوية وتكون مشمسة على باقي العواصم، 26 درجة مئوية منتظرة بأديس أبيبا وأنتاناناريفو، 32 درجة بأبيجان، وترتفع إلى 36 درجة ببونغي، 38 درجة على مقياس بأبوجا. نعود إلى أرض الوطن. وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و37 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان.